كثير من الأقوال غير مضبوطة، الكثير من الوقت، لأن الحديث عن علاقة الإعلام بالقضايا الكبرى لا يمكن عزله عن السياق الذي يجري فيه العملية التفاعلية الإعلام والقضايا الكبرى. السياق له بعدين، بعد محلي وطني وبعد إقليمي ودولي. أولا أنا عندي واحد التحفظ حول القضية الصحراء هي القضية الوطنية الأولى. نطرح سؤال بسيط، من أين تنطلق هذه القضية الأولى؟ نحن نعرف أن القضية الوطنية هي فعلا الأولى، ولكن من ناحية التبديل من ناحية المعلوماتية هي قضية غير أولى وطنية، لأننا يجب أن نؤكد وهذا خطأ كبير ارتكبه المغرب، كان قضية مطلقة يتحكم فيها الملك ومحيط الملك والمخاطر، وكانت المعلومة التي تصل إلى رأي الوطني أو الإقليمي أو الدولي مليئة بالمغالطات ومليئة بعدم القدرة على تسوية الأشياء المسلمة. لأن السؤال الذي يطرح، هل الدولة المغربية أولا كمؤسسة واعية بأننا نعيش قرن الإعلام المغربي، هذه قضية أساسية، هل صناع القرار في المغرب ملكية أحزاب حكومة البرلمان واعون بأن الإعلام لم يعد السلطة الرابعة كما يتردد، ولكن أصبح سلطة السلطة والقوة لسبب بسيط، وهذا أكدته كل الدراسات العلمية، أن الدول الآن التي تربح القضايا الكبرى المتعلقة بالنزاعات الإقليمية أو الدولية على أرض الواقع يجب ربحها إعلاميا. نأخذ لكم دليل، العراق حرب، تعرفون أن البنتاغون والكونغرس الأمريكي هي وضع 150 مليار دولار للماركتين للسويق الإعلامي حول النظام العراق، حول طبيعته، حول علاقة الإرهاب، قبل أن يتحول إلى عملية حربية وسياسية. نحن في المغرب ما زلنا تقليديين وندبر القضية الوطنية بالمقاربة التقليدية المبنية عن الإمة الدبلوماسية أو السفارة أو المخابرات. انتهى الأمر. اليوم نعيش قرن المعلومة، من يتحكم في المعلومة يتحكم في القرار، ولكن لا أتكلم عن أي معلومة سماعة المغرب، لكن خذوا مثال آخر، إلى أي حد أن اللغة والمفاهيم المستعملة في وسائل الإعلام المغربية حول قضية الصحراء هي مفاهيم ديمقراطية وواضحة جدا، جل المفاهيم هي عامة. القضية الأولى بالنسبة إلى القضية الأولى، الآخر ماذا تعني؟ ونقص ما نوقف أنفسنا، نحن في أختي يقول إحنا هي قضية عادية في المغرب، المجتمع الدولي لا قضية متنازع عليها دوليا، ما زالت داخل الأجندة، هي الآن
ثاني قضية إقليمية داخل الآن موضوعة على أجهزة الأمن والتسليم. هذا مشكلة خص المغاربة نقول هذه اللغة، وإلا لماذا نتفاوض؟ كان الحس هذا ما هو الشيء اللي حكم لماذا؟ الآن ما زالت القضية إحنا عندنا عزيلة عندنا الحق، ولكن فشلنا باش نحولوا هذه القضية عادية ليس بالنسبة للمغربي ولكن بالنسبة للآخرين. الآخر أنا شيء نطلبه من الفرنساوي أو الأمريكي أو حتى الجزائري أو التونسي تنتكلموا بلغة العربية وحنا المغاربة حنايا متفقين، ولكن الآن إلى أي حد أن الدولة استطاعت أن تحول التواصل بما تفيد أو التواصل مع الآخر إلى تواصل منطقي مقنع وليس تواصل مبني على المرجعية، يعني إما العاطفية أو الوطنية. هذا مشكل أساسي. المشكل الثاني قلت لكم كان قضية ملاقاة. الآن في المغرب معروفة هذه القضية مع الأسف. الذي يعرفوا كل شيء عن قضية الصحراء لا يتحدث، واللي ما يعرف والو حاليا وحالكم سلموا. تجيبوا أسد جامعيين، تجيبوا أسد إعلام، لا نعرف. أنا الآن ما نتحداش أستاذ جامعي ولا شي صحافي ولا شي وزير حتى وزير يقول لنا الآن الملف شنو جاري، أعطينا شي حاجة مضبوطة. الناس على ملفات الديوان الملكي والملك والمخابرات من تديروها تقصروها علينا تسكتوا تحولوا إلى أبواب كونجور كدوا على الناس، ونحن لا نعرف أي حقيقة على ما يجري في قلعة الصحراء. أخطر ما يهدد قلعة الصحراء هو شح المعلومة الرسمية المضبوطة. أعطينا الآن أعطينا عفوا أطلب من أي صحفي في المغرب ولا أي باحث وأي دكتور يعطيني شنو عنده من ليس من مراجع من مصادر تأخذ المصدر وبالمصدر. ما هي هل عندنا مصادر معرفية عن من فقد الصحراء؟ من يمشي الوفد؟ من يمشي الوفد للاتحاد الاقتصادي؟ شكون يدو معاه؟ الصحفيين يديروا شنو يبينوا لنا؟ الوزير راه مصادر بالنسبة للمغربي الإعلام يتحمل المسؤولية لا لغلبات للجزائر، عارفوا نقول الشعب المغربي الجزائر وعراء لنا هنا مش قضية أستاذ المال، قضية المال التي يربح الجزائر. عندنا ضعف وحضورنا في إفريقيا هو نتيجة على واحد السياسة كان يرجوها الملكة الرائحة للسري واحتقار الأفارقة وحبس المشروع الأوروبي داخل سنة المغاربة فاحتقروا الأفارقة، يعني بقي أفارقة جواه بلده بقى لهم عقدة، لكن ما فهمناش أن إفريقيا هي المستقبل الاستراتيجي للمغرب أكثر من شمال من الاتحاد الأوروبي. مغيروا محو واحد الصورة نمطية اللي بقات مع الأساس تغطى السياسة الخارجية للمغرب تجاه إفريقيا، ونحن نتأكد بهذا الثمن. إذا النقطة الثانية المتعلقة بالإعلام مع الأسف هو إلى أي حد أن الدولة وزارة الخارجية وضع المعلومات الدقيقة والمعلومات الكافية للباحث أو للمتواجد بحث حول الصحراء المغربية أو صاحب مواجهة التحقيق كم تريد يمشي يدخل جوجل ويخوض خرب، ولكن يعطيني مصدر مختيار يدخل مصدر مصدر مؤسسة علمية معروفة عندها مرجعية ما تقوش أكيد ما عندناش. كيف يعتقد القضية أن الآن عندها أكثر من 40 سنة ونحن لا نوثق عنها شيئا؟ هذه مسألة أساسية التوثيق. حتى الناس اللي غيمشوا يدافعوا على الصحراء ما يمشوش يردوا خطاب رسمي، هذا خطأ ديالنا حنا كمجتمع مدني إعلام نسقط في نفس الخطأ الذي ترتكبه الدولة المغربية. تنشر حيث يتشرطوا عليك
كانت كانت حماية المغرب، بس ما عندناش هاد مبداش الديمقراطية هي تدبير اختلاف حوار حكومي. اليوم النظام اللي يكون قوي اللي يستمر هو القادر على احترام الاختلاف. انا مثلا صاحب الاستاذ ماشي بشرط نبقى تابع الملك وتابع المخزن ونبقى ماشي انا، وهذا لا يعني انني يعني لا احترم ثوابت البلاد. ثوابت البلاد هي مقدسه، ثوابت البلاد هي اشياء لا نناقشها، ولكن من حقنا ان نستيفى احتاج آلية تدبير اللي خطأ، وهو نقول ندخلوا هذا الإجماع، إجماع حول الصحراء، إجماع حول الدستور، إجماع حول الإجماع يقتل الاختلاف. اليوم الدول اللي استطاعت نجاح الديمقراطية هي المؤمنة بأن الديمقراطية لا معنى لها إلا تدبير الاختلاف والتعددية والإيقاف يعني